النيفروتوكسيستي اللي هو تسمم السمعي. النيفروتوكسيستي ما راح ادخل بالتفاصيل مالته. النيفروتوكسيستي هو تسمم الكلوي اقلب. ممكن نيورو موسكولار بارالايسس اللي هو التشنج او الشلل. لذلك ما شو يسوون احيانا يعطون كالسيوم جلوكونيت او النيوستجمين اللي اخذناه بمجموعه الكولينيرجيك انتاغونست. انه هو شو يسوي عندي نيورو موسكولار بارالايسس شلل عصبي عضلي. فش نعطي اما كالسيوم جلوكونيت او النيوستجمين اللي يعطيني انعكاس عكس هذا التاثير بلوك كوز اوف نيورو موسكولار بارالايسس. وكذلك ممكن يسبب لي تفاعلات الحساسية. أقلب. الآن كملنا من مجموعة الأوعية الفلكوسايت. واضح؟ راح ننتقل الآن إلى مجموعة الماكروليد. الماكروليد اللي نشمل بيها إيريثروميسين، كلاريثروميسين، أزيثروميسين، تيريثروميسين. وكثير ما يستخدم هسه اليوم في حياتنا اليومية هو الأزيثروميسين. الشريط اللي فيه حبايات. تاخذون حباية واحدة باليوم. واضح اللي هو هاي مجموعة الماكروليد تتكون من ماكروسايكليك لاكتو ستراكشر وان اور مور ديوكسي شوجر. اذا هذه مجموعة تفتقر الى احد الى شوجر واحد او يكون تو مور ديوكسي شوجر. اكو نقص عندنا في السكري. الايريثروميسين تشمل اول مجموعة من هذه الادوية تشمل الايريثروميسين واللي يعتبر drug of the first choice alternative for benzodiazepine for the benzodiazepine G in the individual with allergy to beta lactam. إذا الإيريثروميسين هو أول دواء لهذه المجموعة ويعتبر كدواء بديل للأشخاص اللي عندهم حساسية من بنسلين أو مجموعة بيتا لاكتام. أنا عندي حساسية من بنسلين أو سيفالوسبورين أو أي دواء لهاي مجموعة بيتا لاكتام. معروف المريض نعطي لازم اكو دواء بديل. فالدواء البديل هو يكون الايريثروميسين او الازيثروميسين من هاي المجموعه. عندنا الدواء الثاني هو كلاريثروميسين. الدواء الثالث الازيثروميسين واللي هو حاليا يعني يستخدم بكثره في حياتنا اليوميه. الشريط اللي يحتوي على ثلاث حبايات. واضح. وعندنا التيريثروميسين. والتيريثروميسين هو الكيتولين. واضح. اقلب. الميكانيزم اوف اكشن انه هذه مجموعه الدوائيه ترتبط irreversibly to the site of 50 هناك 30 هسه عندنا 50 هي اما 30 موصلي اما 30 او 50 فترتبط هنا ويا ال 50 رايبوسومال سب يونت وراح يثبط عمليه الاستنساخ الانهبتي ترانسلوكيشن ستيب الى بروتين سايتيسيس. وهذه مجموعه الدوائر تكون ولكن احيانا بتكون سايدر لما نستخدمها بجرعه عاليه. ولكن المجموعه هي شنو هي؟ ولكن ممكن تكون سايدر لما نستخدمها بجرعه عاليه جدا. واضح؟ اذا ننتقل لموضوع الانتي باكتيريوس بكترون. الايريثروميسين هو فعال ضد الاورجانيزم اللي تكون متحسسه للبنسلين جي. واضح؟ ويستخدم قلنا في البيشنت اللي عندهم حساسيه للبنسلين. الكلاريثروميسين هو يشبه الايريثروميسين ولكن هو اكثر فعاليه ضد الهيموفيلس انفلونزا والانتراسيلر باثوجين الكلاميديا اللي اقصد بها كلاميديا الليوغوريلا المورزيلا اليوريبلازما الاتش باي لوري از هاير ذان ايريثروميسين. يقول انه هذا الدواء الثاني يكون عنده فعاليه اكثر من الايريثروميسين. الايريثروميسين يكون عنده فعاليه اكثر من الايريثروميسين ضد الانتراسيلر باثوجين. انتراسيلر ها انتراسيلر باثوجين. انترا جسم باثوجين يعني مش خارج يعني مش خارج اكو انترسيلر واكو انتراسيلر. خليها مصطلحه مصطلحه ايه شنو الانترسيلر والانتراسيلر؟ الواحد عندك مصطلحات يعني ما اعرف شنو النتيجه صار. شنو الفرق ما بين الانترسيلر والانتراسيلر؟ هذا داخل من الداخل
داخل من داخل. ها أنا معافي. ما أدري بالإنتر عن شيء يعني بالترجمة شيء يدخل. يدخل دهن. الإنتر هو ذاتي من داخل زليا. ما أدري لا أتم. كان البحاجين خاتم وفعلا صفحته. احنا نظام دكتور يسمي تدمير ذاتي للخلية. ما يتعرض للمصطلح. حبيبي. حلو جدا. دكتور الانترا هي يعني يدخل داخل الخلية. صح كلام. يدخل داخل الخلية البحاجين. الانترا. ايه. والانتر. والانتر هو يكون بين خلايا على ماتريكس. الانتر سيلولار باثوجين هو الباثوجين اللي يكون ما بين الخلايا بين خليه وخليه ثانيه. الانتر الانتر يكون في داخل الخلايا. وقلنا هو الثاني انا دكتور قلنا بين خلايا ما عرفت بين خلايا ما عرفت بين خلايا ها واضح. فلما نقول كلمه انترا سيلولار باثوجين ان البكتيريا عندها القدره على الدخول الى داخل الخلايا. إن أنت ما عندك أحيانًا مين اللي يدخل؟ أكو خصوصية لازم يكون لبس صوديوم هيدروك يكون له مولكيول ويت وإذا كلاريثرومايسين كلاريثرومايسين واضح والإريثرومايسين عندها القدرة على الدخول بالإنتراسيلر. أحيانًا ما يسمح له بالدخول شو يسوي؟ يدخل ويا الماكروفاج. الماكروفاج يسوي تبتلع هاي المادة الدوائية تتخسر وتدخل شايف ما فيها بالماكروفاجي واضح. دخل يدخل الانتيبايوتيك الماكروفيج يكون عندي عامل مناعي عامل دوائي يقتلون المايكرو اورجانيزم فهي فعاله ضد الانتراسيلر باثوجين وهي تدخل جواها خطين او خطوط اللي اقصد بيها كلاميديا لينغوريلا المونوسيلا اليوروبلازما الهيليكوبتر بايلوري اللي يسموها ترسومات المعده صاحين بيها الاتش بايلوري اوكي اكثر من الارثرومايسين. صوتكم بلا زحمة. زين. المقاومة شأنها شأن ما تكلمنا بها قبل شوية. أما أكو إفلكس بومب أو ما تسمح له بالدخول تلاعب بالفيربابيلتي بالديفيوز أبتيك أو وجود إنزيم يحطم لي الأنتي بايوتيك. تحفظون هاي المقاومة ربع نقاط عليكم. أقلب. الإريثرومايسين هو يتحطم بحامض المعدة، إيش فيه؟ يتحطم بالحامض المعدة، destroyed by the gastric juice. لذلك يسوون التغليف anterior coated يغلف أو الاستريفايد فور حتى نحمي الأنتيبايوتيك من حامض المعدة ويعبر المعدة ولا يروح الأمعاء وهناك يصير الامتصاص. فإذا طالما هو امتصاصا يكون قليل فعندنا ثلاثرومايسين ازيثرومايسين ثلاثرومايسين هاي تكون ستيبل ان ستومك اسيد عاملتي ابزورب. عندنا هاي المجموعه الدوائيه تكون اربع ادويه فقط الاريثرومايسين تحطم بحامض المعده لذلك يسوونه يغلفون تغليف واضح. بينما المجاميع الثلاثه اللي هي ثلاثرومايسين ازيثرومايسين ثلاثرومايسين هي تكون مستقره بحامض المعده وما تتحطم فبالتالي ما نحتاج ايش؟ ما نحتاج الى التغليف. فاذا اجيب لكم ياهو من ذني الادويه اللي يكون مغلف او غير مغلف هذا شو نسوي؟ الاريثرومايسين مغلف. شوف مثلا يقول الاريثرومايسين كونسنتريت يتركز بالنتروفين والماكروفيج والفايبروبلاست وانا الثيرم ليفل ار لو ولذلك هو يدخل وين يدخل؟ الى الانتراسيلر باثوجين. هذه المجموعه الدوائيه تكون لونجست هاف لايف. الازيثرومايسين اعلى واحد هاف لايف يعني الوقت مالته طويل ولذلك هو اكو بوست انتي بايوتيك افكت حتى لو نزل اقل من الامايس راح يبقى فعال. لذلك يستخدم حبايه واحده باليوم وهذا شيء ثلاث حبايات كل يوم ثلاث حبايه في الكورس مالته لمده ثلاث ايام. اقلب. الإريثرومايسين والتريثرومايسين يقول إنه الميتابوليزم مالتها تكون عن طريق الكبد. شوية هاي لازم هاي الكلمات نأكد عليها.
الكبد. اذا شخص عنده مشاكل عنده هيبات ديسفانكشن نسوي له ما عنده فلوس يسوي له يبدلوه ها لا ما عندي بديل لو هو فعال لازم تسوي دوز ادجستمنت تصحيح للدوز قلل الكميه قلل الجرعه الدوائيه واضح شخص الدواء عنده يسوي اكسكريشن من خلال الميتابوليزم والاكسكريشن من خلال كدني وانا بيشوف عنده رينال ديسفانكشن انه خلل وظيفي في الكلية كبار سن يسوون دوز ادجستمنت تصحيح الدوز ولذلك الارثروميسين والازيثروميسين هذه تنطرح من خلال البايو واضح ولذلك احنا ما عندنا مشكله الشخص اللي عنده مشاكل في الكبد او الكليه انا اقدر عن طريق الارثروميسين او الازيثروميسين لان طرح ماده من خلال البايو وليس من قبل الكدني او الليفر نانا ليوضح لكم هاي الانواع الاربعه خصائصها منو يقطع عن طريق الفم كلها تقطع عن طريق الفم الهارف لايف عمر النصف شو الهارف لايف؟ الوقت يمتص نص التركيز ينزل للنص يعني هو الوقت اللازم حتى الطينات تركيز ينزل النص يعني نص الكمية الجسم يتخلص من النص والوقت المطلوب الجسم حتى يتخلص من نصف التركيز من الدواء اعطيت 100 ملي جرام هو الوقت المطلوب انه الجسم يسوي اكسكريشن عن الطرح ل 50% بقى عندي 50 واذا كسر وراها نوصل ل 50 اعطي الجرعه الثانيه حتى يكون التركيز فيه بعلى عالي ومستمر بقدر التكبير من سمحت له ينزل رحت الحفله ونسيت الحبايه ما اخذت فيها راح ينزل التركيز بالتالي البكتيريا تعرف على تركيز قليله تروح لها مقاومه واضح؟ فلذلك عمر النصف شوف اكثر واحد منو بيهم؟ اكثر من 40 ساعه 40 ساعه الازيثروميسين يا الله انا 10 ساعات لان انا كان ثروميسين 3 ونص الايرثروميسين يكون ساعتين ولذلك هو يستخدم حبايه واحده باليوم الادفيرس افكت جاسي ديسترس اختلال هضمي موتوريتي سعر كونستراكشن للسموث موسل فبالتالي حرك لي الغذاء الملل دودنا ممكن يسوي لنا الجويندز ابو صفار اقلب ممكن يكون عندنا اوتوتوكسيتي تسمم عصبي هو هذا الدواء يكون كونترا انديكيتد من محاذير استخدامه في الاشخاص اللي يكون عندهم هيباتيك ديسفانكشن لذلك لازم نسوي احنا نسوي دوز ادجستمنت زين انا اذا ما سويت دوز ادجستمنت انه الليفر ما عنده القدره على انه يسوي ميتابوليزم او الكدني يسوي الاكسكريشن لهذا الدواء بجرعه 500 عندها قدره تسوي 200 او 300 فهذه 500 ممكن انا احصل لي اكشوميليشن فور ذا دراج ان ذيس انسايد اوف ذا اورجن وبالتالي يكون يؤدي الى التوكسيتي التسمم بهذا الدواء ممكن يكون عندي دراج انتر اكشن تداخل دوائي انه الارثروميسين والتريثروميسين والتريثروميسين تثبط الميتابوليزم لادويه اخرى وبالتالي يؤدي الى التوكسيتي ثيوفيلين وارفرين قد الوارفرين ايش قد البايدنج مالته؟ 99% يعني الفريش قد؟ زين انا لما يجي انا اسوي ميتابوليزم لهذا الدواء حتى يشتغل عندي 1% وانا جيت خليته 100% يشتغل لانه هاي الادويه مالتي هي بتثبط الميتابوليزم مال بعض الادويه الاخرى اللي في الوارفرين بالتالي ممكن يؤدي الى ايش؟ تداخل دوائي وممكن يؤدي الى التوكسيتي ممكن يؤدي الى الوفاه اقلب الفيدوكسوميسين حفظه كاسم يعني ممكن يجيكم مطلوب جوال وتش وتش ار او ذا فلر من الدرار او بروتين سايلينس انهبيتر وخليت الفيدوكسوميسين تعرف هذا وين تابع علما واضح كلوروفينيكول كلوروفينيكول من الادويه الباندد المحظوره عالميا ولكن هو لا زال يستخدم في عقم الحبيب واضح فهو برون سبيكترم هذه مجموعه دوائيه تكون باكتيريوستاتيك ولكن بالجرعه العاليه تكون باكتيريوسايدر احنا المشكله وين بمجموعه البروتين سينثيز انهبيتر انه الميتوكوندريا بالبكتيريا تشبه الانسان ولذلك يظهر عندي هو انه الانتي بايوتيك مو بس يثبط عمليه بناء البروتين البكتيريا
ممكن هم يثبط على البناء الابراهيمي علما للانسان خلايا الانسان الاقتشابه ما بين الماميليا البكتيريا ما تاكل قليل. المشكله في الكلوروفينيكول هو ممكن يسبب لنا اللي يسوي لنا هيمولايتيك انيميا تحلل في كرات الدم الحمراء واضح يسوي لنا ديبريشن بالبون مارو تثبيط عمليه البون مارو في تصنيع كرات الدم الحمراء فلذلك ممكن يسوي لنا بون مارو توكسيسيتي. حاليا الكلوروفينيكول يستخدم في العراق فقط موجوده حاليا في فقرات العيون واضح بيكون فعال جدا النتائج كلش حلوه هو حضر استخدامه لسميته العالية عالميا واضح؟ كذلك هو يعمل ضد الانتراسيلر باثوجين الكلاميديا الاكتيسيس باروجيت الانيرال بكتيريا الريسستنس شأنها شأن اما انه افلكس بامب او انه بديكريز الابتيك او الامبيرمابيلتي فور ذا سيل ممبرين فور ذا انتيبايتيك او انه وجود انزيمات ممكن تحطه منه الاكتيف انجريدينت هذا الدواء ممكن يخرج ارجعي شويه يخرج مع الاكسكريشن ارجعتي ولا يصير الاكسكريشن بالبريست ميلك ولكن احنا يجب ان نتجنبه في موضوع البريست فيدينج مادرز. الادفيرس افكت اهم ادفيرس افكت ممكن يسوي لنا الانيميا وخصوصا بالاشخاص اللي عندهم جلوكوز 6 فوسفيت هايدروجينيز ديفيشنسي. شنو هذا الانزيم؟ هذا الانزيم يمنع هذا هو الفيرادي خلاص حلال خليطة. أبي أسمع. ليش؟ جلوكوز 6 فوسفيت هايدروجينيز. الناس اللي يأكلون باقلة وصاروا يتحلل. صار عندهم. أكو ناس يأكلون حساسين باقلة. يأكل باقلة قبل. خربط ودينا المستشفى بيقول دم تحلل كرات الدم البيض. شنو المشكلة؟ إنه دول الأشخاص عندهم نقص بإنزيم اسمه جلوكوز 6 فوسفيت هايدروجينيز. هذا النقص هو هذا هنا المشكلة. مو انه مثل ما تقول حجيه شكاك وكل واحد يهدم مسالك سبحان الله يصير حساسيه بالغيره ما قال ممكن هم يفتقرون لانزيم الجلوكوز 6 فوسفيت ديهايدروجينيز ممكن يسبب لنا الجراي بيبي سيندروم متلازمه الطفل الرمادي ممكن يكون دراج انتر اكشن يثبط لنا الميتابوليزم لبعض الادويه فلما يثبط الميتابوليزم مال الوارفرين معناه انه الوارفرين راح يكون تركيزه كلش عالي ممكن يسبب لنا توكسيتي وممكن يؤدي الى الوفاه. كلندومايسين احفظوا كاسم الجويبرستين دافوبرستين كاسم الجويبرستين دافوبرستين تحفظون ميكانيزم اوف اكشن مالته اللي جبته هذه واضح؟ اقلب أقلب لينزوريد أحفظه كاسم أقلب 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 نيكست وعندنا الفترة سايتين اللي هو آخر مجموعة دوائية لهذه المجموعة إن شاء الله.